مره وقدمت نفسي ليهم والحمد لله بقى. تقرر تعترف ان الكابتن ابو رجيله هو اهم مدرب في تاريخ نادي الزمالك؟ اه طبعا. كل اللعيبه بتقول كده انه كابتن ابو رجيله غير مفاهيم التدريب في الفتره دي، وكان بيشتغل باسلوب جديد وكان اسلوبه مرح. يعني حتى يمكن كابتن ابو رجيله من الناس اللي شخصيته طيبه جدا وكلام من ده، لكن هو كان اللي نجح الشخصيه دي الكابتن احمد رفعت. نعم. ليه؟ هم كرة خالص. هو مدير قوي وهو كان مدير فني بيشتغل ويكون في علمك من الناس اللي فعلا اتمرنت معاه على تاكتيك جامد قوي يعني. نعم. اتعلم طبعا. كان بيقرا كويس الشغل وكنا بنشتغل كويس جدا وقدرنا ان احنا نحصل على الدوري بطولة افريقيا في اول سنه شغل معاه.